انتوا مش مكتوب ما هو عادي. حاسب ازيدك احط لك حاضر اهو اهو زين اهو حطيت بالراحه. يخرب بيت الواد هياكله. هعمل ايه؟ طيب هو عايز يحط. خد اهو حط يلا. بسم الله الرحمن. يا نهار ابيض بابا ده ما انا بزيق. لا ده حاجه تافهه. والله حرق قوي. انت كمان ده حرق قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى متابعين في الدنيا. اللهم صل وسلم على محمد. النهارده جايبين لكم تحدي الاندومي الولع نار. النهارده جايبين تحدي اندومي كوري. النهارده جايبين اندومي كوري مولع نار. اربع اطعم معانا، روان ومعانا فهد ومعانا زين ومعانا ندى. النهارده هنعمل التحدي، هيبقى قوي جدا جدا جدا. اتمنى لو انت جديد في القناه اعمل اشتراك واعمل لايك ووصلونا الفيديو ده ل 100 لايك. يلا روان وريهم اللي انت اخترتيه. وروان اختارت ده. ورينا يا فهد اللي انت اخترته. انا اخترت ده. وريني كده فهد اختار الاخضر ده. وريني يا زيزو اللي انت اخترته. زيزو ده هو اختار ده. زيزو اختار ده. اختار ده بس هو مدهوني واخد ده وده. وريني ده. يلا وريني ده بقى. هياكل الاثنين. ده بقى انا اللي مختار. يلا نروح نسوي. انت اخترت ايه؟ روان وندى اختارت ده. بس هو ده مؤقتا يعني. اه ده بتاع زيزو. كده احنا هنروح نسوي ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم دلوقتي بعد ما سوينا الاندومي. كل واحد هيدوق ونشوف مين احسن واحد فيهم. حتى لو بارد نشوف البارد حلو ولا وحش، ونشوف الحراق. طبعا الحراق هيبقى حلو وهيبقى وحش عشان هو هيبقى حراق وهيبقى طعمه حلو. انت ايه بدأ؟ ده بدأ وحط. طب اعمل لايك، قول لهم اعملوا لايك. حلو اعملوا يا زيزو؟ لايك. وزيزو هيدوق دلوقتي اول واحد بطعم اللحمه بس مصري. طعمه حلو؟ قول لهم طعمه حلو. هات ادوق. طيب هات ادوق انا. ماشي ادوق يا زيزو. ادوق يا زيزو عشان ريحه اللحمه حلوه. الله والله اللحم ريحه اللحمه برضو تحفه. كلنا ندوق من زيزو. خد يا زيزو كل ريحه اللحمه تحفه، تحفه التحف. صح يا زيزو؟ قلت الاندومي بتاع حرام عليك انت حط لك كده. لا طعم زيزو ده صح. اللحمه طبعا اللحمه طعمها. انت ما دوقتش كده كده اصلا الاندومي المصري احلى منك. انا لا ده زين. هو فهد. هو فهد زين وبعدين فهد وبعدين انت وبعدين انا. عايزه اقوم اغلي شويه ميه عشان انا بحب يبقى فيه. طب يلا شويه صوص كده مش زيكم. ودلوقتي جابت الميه عشان هي بتحب فيها يبقى فيها صوص شويه. بس مع اننا احنا اصلا ما بنحبش الصوص ده. هو اصلا الكوري من غير اعتقد من انا غير. بحب يبقى فيه صوص. انت بتحبي؟ ما انا بحب في الطبيعي اللي هو العادي بيبقى فيه صوص. دلوقتي لا خلي ده عندك. دلوقتي هنجرب. هي استنى ما يجي عليك الدور يا زيزو. هنجرب فهد. ما يجي عليك الدور. حط يا فوده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي يا لهوي. اوعدك ده انت ايه ده؟ ده انت يا دودي النهارده هتقعد في الحمام طول النهار. انتوا متاكدين ان ده بتاع فهد مش بتاع انا؟ ما تلخبطش. لا لا ده بتاع فهد. اصل فهد في دبس رمان. اه تصدق ريحته جامده. بابا استنى هات ده نفكهولك. ده بتاع ماما يا زيزو. عشان اول مره نجيب بتاع فادي ده نشوف جوه اللي هو لونه كان لونه ايه. ايه ده؟ يا لهوي ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايزه اشوف ايه ده. واقف ده كده حشرات مائيه دي ولا ايه؟ ايه ده؟ ده بصل. لا هو حلو. انا فود ما جيب انا اجرب لكم. لا انا بجرب. بس ريحته جامده. ريحته جامده وتحفه. استنى يا زيزو ما يجي الدور علينا. فهد وبعدين روان وبعدين ده اسود مش احمر. قول بسم الله الرحمن الرحيم. استنى كده ودوق يا ابني اتكل على الله. انا هدوق انا كمان. قرب على الطبق عشان ما يقعش على وشك. بلاش انت يا زيزو. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى ما ناخد من جنبي كده يا زيزو. لا لا بس بس يا نهار ابيض. اه هاتوا لي ميه. ما حسيتش بحاجه لسه. لا ولع صعب. وقال ايه على اليوتيوب؟ بيقول لك خفيف. مش حراق. بيقول مش حراق. بس هو مش حراق قوي. لا 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 يا بابا حراق. يا مش حراق. حراق بس مش حراق قوي. اللي هو ماشي يا زين عشان بتحبوا الحراق قوي. اديها لماما. دي بتاعت ماما. ماشي هنفتحها دلوقتي. مش حراق. عايز تدوق من فهد؟ اجيب لك تدوق من فهد. اول واحده حراقه قوي. اه والله. استنى عشان زيزو يجرب. زيزو ايه؟ هجيب له حاجه بص خفيفه اهي. يا لهوي يا زين حراق. ماما جربي. مين اللي عليه دلوقتي؟ لا لا لا
بس على فكره طعمه مسكر. لا بس طعمه حلو. طعمه حلو يعني مش فاكر. مش هو ما يتاكلش اصل في اندومي كوري ما بيتاكلش. أيوة. ده طعمه تحفه كده بتاع فهد طعمه تحفه. واقول لك على حاجه اختيار الصوص تحفه لكن اللي بيبقى بودره ده يح زي فهد يح. فين بقى اللي عليه؟ استني استني دوت الاول ماشي حط ده ماشي حطي وبعدين فين اصلا الصوص بتاعك لحم؟ طب استنى افتحه لي. ايه ده يا روان؟ ده روان عندها حاجات كده حمراء وبامبا. بصل برضو يا روان بس الاسود ده مش عارف لهوي طعم. بس على فكره البصل ده مش بصل. خدي ده حاجه مسكره خليه يجو يدوق. اوعى بقى قولي بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا روان انت كمان تقيل. ايه ده؟ بس انا سمعت ان بتاع روان مولع ده. بلك بلك ايه يا لهوي. خلاص ما تتكيش قوي. لا لازم احنا لازم نجرب. حرام عليكم هتقعدوا كلكم في الحمام. ايه احنا هنقعد احنا قعدنا نازلين يا عيني. بصي فهد عمال يا عيني عمال يوحوح. حاجه بتاعه عمال يوحوح. هات اقلبه لك عشان بس الريحه روايح بتاعته. هو ريحه الاندومي تحفه بصراحه. بس انا حاسس حاسس ان عند فهد لونه اغمق عشان في صويا صوص. انا ما شفت المكونات ان هو استني روان لما نعمله في حاجه مغمقه. بس هو اخف حراره من روان والله. هم يعني على اليوتيوب جايبين كده روان حراره. يلا روان جرب. قولي بسم الله الرحمن الرحيم وجرب. استنى بقى استنى اما نجرب بقى. اجرب من اصل احنا جربنا قربي يا روان. جربنا ده اللي بتاعي قبل كده وبتاع ابراهيم قبل كده بس جربناش النوعين بتوع روان. يلا روان. انا لسه ما دقتش اصلا. دقت كلكم ايه؟ ما احنا بصوا انا خدت بالصوص ايه بقى. الله انا ربنا طعمه حلو. لو دقت تاني مره يبقى حراق. ماما يا تاني مرة بيبقى حرق ليه؟ ماما حلاوته ان هو الشطة فيه مظبوطة. لا لا انت اول ما بتاكله ما بتحسش. اول ما هتبلع هتحس. يا نهار ابيض. لا لا عايزة منديل حرق. ها؟ انا عايزة منديل حرق. ايه والله حرق. اول ما بتاكليه بارد خالص وبعد كده بتحس بالحرقان. فين يا جماعة والله انتوا انا المفروض انا انت اللي عليك. ماما قولي بسم الله الرحمن الرحيم بس. وايه بسم الله ده انا جربته قبل كده واكتر نوع عجبني. انا مش فاكره بصراحه. لا اكتر نوع عجبني ده. حرق قوي ولا حرق؟ لا يعني شويه. لسه ما نصورش يا بابا وجبناه كل واحد قلنا نجربه. ما كناش لسه يعني مصورناش. ما كناش بنصور يعني. الصوص بتاعي فين؟ هات افتحه يا زيزو. هات نفتحه. يلا انا حط لك الصوص العملاق. حط لك. حاضر حاضر. انا 2 اكس. انا 2 اكس يا جماعه. اندومي كوري. مش مكتوب على الكيس بتاعنا 2 اكس. انتوا مش مكتوب. ما هو حاسب يا زيزو. حط لك. احط لك. حاضر اهو اهو. زين زين اهو زين اهو. حطيت بالراحه. يخرب بيت الواد هياكله. ما هعمل ايه؟ طيب هو عايز حط. خد اهو. حط خد حط. يلا هات الشوكه الثانيه عشان ادي ده. ادي ده اهي. ادي ده لماما. ادي لماما يا زين. انت هتاكل ده يا زين. انا نسيت حبه. بس ما تحطيش كتير عشان لا المهم. لا شويه. انا عايزه بس شويه اللي هو يبقى فيها صوص. اصل ده في كريمه. لو وصلتوا لحد دلوقتي قولوا لنا انهي طعم انتوا جربتوه وعجبكم ولا ما عجبكوش. احنا النهارده جربنا اطعم أربعة. واهم حاجه تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. واكتبوا في الكومنتات ذمتكم اختياري حلو ولا وحش. اكتبوا في الكومنتات انهي طعم. الطعم بتاع فهد. بتاع فهد. اكتبوا في الكومنتات انهي طعم انتوا جربتوه وايه اللي نفسكم تجربوه. والفيديوهات اللي انتوا حابين تعملوها احنا نعملها لكم ان شاء الله. وفي فيديوهات قويه جدا 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 الفتره الجايه. لا وما قلتش العقاب بتاع العقاب. لا ده مش بتاع مش بتاع ده. ده ما فيش عقاب. ده احنا بنجرب بس بنشوف الطعم عامل ازاي. ومش عايزين طبعا صوص عشان هم هيدوقوا مني. لا. بس انا بحبه. انا مش عايز صوص. انا ما بحبش الصوص. خلاص كده كفايه. ماشي هقلبه. في ايه يا حبيبتي؟ اتمنى الفيديو يكون عاجبكم. احنا عملنا لكم التحدي بتاع الاندومي الكوري زي ما انتم طلبتوا بالظبط. قولي بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم طلبتوا بالظبط عشان انتوا احلى جمهور عندنا. انت على فكره بس برضو لحد دلوقتي بتاع فهد احلى واحد. احنا الاندومي ده بتاعك ده مش حرقه خالص. اللي هو ده بالجبنه؟ الاندومي بتاعك انت جبنه وكريمه. طب هاتيني انا اجرب بقى. بس بتاع فهد اللي داخل دماغي جامد.
اللي هو ده اللي داخل دماغي قوي ابراهيم. زين ما كلش الا ما حط الصوص بسم الله. يا نهار ابيض، احنا اصلا مش واخدين بالنا. روان خد المنديل ده امسحي ايد زين. ايد زيزو، ايد زيزو ما كلش الا ما حط الصوص. احط لك انا ما جربتش على فكره لحد دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. حرق صح؟ كل جربته حلو. ماما يلا الدور على بابا، الدور على بابا. روان لا بس انا بصراحه بعد كده هجيب بتاع ولا هو لونه ايه اصلا؟ اخضر. على فكره انا حسيته ان هو هيبقى احلى من لونه عشان ورينا بقى يا ابراهيم. اهو ده الدمار بقى. اه ده يا جماعه الدمار ال 2 اكس. على فكره لما جبنا ال 3 اكس اصلا احنا جبنا 3 اكس وصورنا تحدي بس ما نزلش. لا لا انت كنت جايبه لنا عقاب. لا احنا كنا امال التحدي اللي احنا صورناه اصلا وما نزلش ايه؟ هاتي ده. لا انت كنت عامله لنا عقاب انا وروان وكنا كيس بحر. لا احنا كنا عاملين تحدي وما تصورش، كان اندومي اللي هو العادي المصري. لا 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 كان كوري ومعاه فراخ تقريبا. اللي ما كناش صورناه اللي احنا قلنا ما لا صورناه وما نزلش. ودي اعشاب بقى، اعشاب حلوه. ده اعشاب البحر. وربنا يستر بقى يا جماعه ونشوف. ده بقى الدمار. بس احنا ما جبناش ده قبل كده، احنا جبنا اللي هو احنا جبنا ال 3 اكس وما كملناهوش، ما حطيناش الصوص. لا لا هو أصلاً. كان عقاب وانت جبرتني انا وروان. بس حطيت الصوص كله؟ كله والله؟ بسم الله الرحمن. يا نهار ابيض. بابا دمار. انا بزيق. على فكره يا جماعه الروايح اللي تحت. هو رحت ريحه الاندومي بصراحه تحفه. اتمنى بس ان انا ايه اعرف ادوقه عشان اصلا القولون العصبي عندي بيبقى عصبي. وعصبي ولا مش عصبي؟ هتاكل. يلا يا جماعه نجرب ونحط ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي معلقه، هاتي معلقه اللي احنا الشوكه ولا ايه؟ ده اسود نيله. لا بس مش اسود من فهد مجاري. بس بتاع فهد طعم كمان حلو. فهد طعم يعني. لا تصدقي بس زيزو، زيزو جميل الطعم بتاع زيزو. لحمه زيزو جميل. زيزو كلب الصوص الكوري ما كلوش من غير الكوري. ايه ده؟ مين اللي هيبدا الاول؟ انا. انت بابا لسه في الصوص. سيبوه والله لقيناه بخير نكمل. ما لقيناهوش بخير ما حدش. استنوا يا اولاد لما بابا يدوه عشان هو كبير. ايوه خد. يلا هي اللي طلعت. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيعها يا اختي. بس قبل ما بابا يقول رايه لازم لايك وشيل سبسكرايب عشان يسلكوا كل جديد وشاروا الفيديو عشان يوصل بعد كده. انا يا جدعان اكبر عدد منكم عشان في حاجه احنا بنحاول نعملها في ابراهيم يعني عشان تركزوا معانا فيها. بابا يا نهار ابيض. ايه استنى حرق حرق. ماما استنى استنى يا زيزو. دمرت من الحلاوه. طب اديها نطولها ازاي؟ يا نهار ابيض علينا يا جدعان. ايه صعب؟ صعب ده صعب جدا. احنا هنتروق. صعب جدا. ها؟ ولا اي حاجه. والله مش حرق؟ ده سألي هو بس بيشتغل. لا ده حاجه تافهه. والله محرق قوي. انت كمان حرق قوي. ابراهيم شكله هيتعاقب عقاب جامد قوي. لا يا جماعه بارك خالص. ده اقل. حرام عليكي حرام عليكي. هموت انا اصلا هموت. لا يا جماعه والله العظيم اكتر واحد حراق فيهم اللي هو بتاعي. اه اكيد عشان هو اكس 2 2 اكس. لا لا بس ده صعب. لا لا صح حراق صح؟ حراق والله. مش قوي. هو على فكره بيظهر الحرقان بتاعه بعد ما بيتبلع وبعد ما بيقعد في البق شويه. اول ما بتاكليه ما بيحصلش اي حاجه. انا عن نفسي اكتر واحد حراق ده. لا. واكتر واحد حلو بتاع فهد. فهد احلى طعم. فهد حراق ده حرام. احسن ان وداني وعينيا هيطلع منهم نور. يا نهار ابيض. ومعلقه معلقه. لا ده حراق. دول حراقين. كل من هنا. لا مش يح كل. لو شويه مكرونه ما كانش كلها كده. وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. وقلنا النهارده أوه. احسن حاجه هي بتاعت فهد. وعلى فكره ولا وحلو جربوه. انما ده يعني وده اندومي بتاع ندى مش قوي والاندومي بتاع روان برضه مش قوي. وبعدين فهد. ابراهيم وانا وروان وبعدين روان وبعدين ندى وبعدين ندى كده. بس احنا كده هنكمل ازاي؟ تيجي نعمل تحدي. يلا نعمله تحدي دقيقه. يلا انت اللي هتخسر. انت اللي هتخسر. لا كلنا بارد. اللي هيعمل تحدي دقيقة وياكل قبل الدقيقة اه ويقدر يكمل يبقى هو كسبان. يلا اتفقتوا؟ اتفقنا.
امين ماشي بالدور كده بقى. لا مش بالدور، هتلم لك دول يا زيزو عشان تعمل تحدي دقيقه معانا. اتمنى ان انتوا تستنوا الفيديو للنهايه وتستنوا الجزء الثاني.